اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش على ذوقي انا ولا انا اللي اخترتها، حضراتكم اللي بتختاروها، لان يوم الاثنين من كل اسبوع احنا متفقين بنعمل الاكلات اللي حضراتكم حابينها من خلال تواصلنا على السوشيال ميديا، بناخد الاسئله وبنجاوب عليها مباشره يوم الاثنين من كل اسبوع. داخلين على رمضان يا شيف مغازي، وكل سنة وانت طيب، كل عام وانتم بخير. عايزين تشكيلة من الشرب، لأن رمضان لازم نبدأ السفرة بتاعتنا بالشوربة، السمبوسة، الحاجات الجميلة، ونحضر نفسنا للشهر الكريم. حلو الكلام. أنا النهاردة هعمل ثلاث أنواع من الشرب مختلفين الشكل والطعم وكمان القيمة الغذائية. إيه الجمال والحلاوة ديت؟ معانا النهاردة شوربة الشعرية باللحمة. ايه التكنيك العالي ان احنا نعمل شعريه ولحمه؟ الشعريه بتاخد وقت قليل في السوى، اما اللحمه بتاخد وقت كبير. ما عندناش شوربه لحمه، نعملها ازاي؟ هنشوف نعملها مع بعض. معانا النهارده سمك فيليه قشر بياض. الشوربه دي بتناسب كبار السن والاطفال وكل الاعمار، لان طبعا السمك هنا خالي من الحسك اللي هو الشوك. هعملها بطريقه النهارده، واحنا كلنا عارفين الكرفس بيحب السمك، هنعملها بتكنيك عالي هتعجب حضراتكم ان شاء الله. معانا النهارده العدس ابو جبه، مش العدس الاصفر بتاعنا الكهرمانه، لا، العدس ابو جبه. هنعمله شوربه النهارده بالرز. طريقه الشيف المغازي، تاخد الفليفر والطعم المصري الاصيل اذا كان كمون او كزبره، والطشه اللطيفه للعدس ابو جبه. اما الطبق الرئيسي بتاعي النهارده بيتكلم كل لغات العالم. هنعمل فطيره الدجاج بالزيتون. معانا زيتون اخضر خالي النوى، شلنا النوايا وحطينا مكانها جزر. الكلام ده موجود عند الراجل بتاع الخضار او موجود في اي محل بقاله. بنجيب الزيتون ده ونخلله في البيت، مفيش مشكله. وازاي ان احنا ندخل الزيتون مع اللحوم او الفراخ في الاطباق الرئيسيه بتاعتنا، واخواننا في المغرب وتونس والجزائر اللي احنا بنوجه لهم تحيه كبيره من ارض مصر ومن الدنيا، ازاي نعمل الاطباق بخفه دم مصريه ولكن واخده الشكل والطعم بتاع البلاد الجميله. خلينا نطلع فاصل صغير لان حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده ومعلومه غير معلومه، ونرجع بعد الفاصل لتشكيله من الشرب. بنستعد للشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، مع فطيره جميله جدا، فطيره الدجاج بالزيتون. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نشوف خط سر الحلقه هيبدا ازاي. اي نعم، انت لو مكاني في المطبخ عندك ثلاث انواع شرب، عندك فطيره فراخ، يعني هتقولي ده انا عايزالي ساعتين ثلاثه في المطبخ. الشيف المغازي بيطلع في ساعه الا ربع تقريبا، بالامانه تشفيه يعني مشفيين كده، تقريبا 45 دقيقه معانا الطيب. بيعمل الاكل ده ازاي؟ عشان برضه انت تخش المطبخ وواثقه من نفسك ان انت احسن مني، انا عندي شويه تحضير بيسموها في اللغه الطهويه او لغه المطبخ مصطلحات بزنبلاص، تحضير يعني. زي اي شيف، زي اي اوتيل، زي اي مطعم، بيبقى الخضار متقطع، البصل متقطع، الفراخ مخليه وجاهزه، الزيتون متشال منه النوى، الحاجات اللطيفه، الرز مغسول وجاهز، العدس غسلناه مره واثنين وثلاثه ونعناه في شويه ميه عشان ما ياخدش وقت كبير في السوى. لازم تتعلمي الحاجات ديت علشان كمان مطلوب منك ما توقفيش في المطبخ وقت كبير، عندك ولاد محتاجين الاهتمام، عندك زوجك يرجع من الشغل ليك رايقه وفايقه وزي الفل. هنبدا باول حاجه طبعا، فطيره الدجاج بالزيتون. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع. معانا صدور فراخ حسب أعداد الأسرة، معانا تقريبا 2 كيلو من صدور الفراخ، ومعانا زيتون مخل النوى شايلين النوايا منه، ومعانا جنزبيل وبصل وتوم وروزماري وحليب وزبدة. المقادير موجودة على الشاشة، ممكن تصورها بالتليفون أو تكتبيها حسب الرغبة. خلينا نشتغل في الأكلة دي لأن هي عايزة شوية مجهود. صدور فراخ، زيتون، بصل، ثوم، روزماري وزبده. أول حاجة طبعًا لازم الطاسة بتاعتنا تكون سخنة على النار، عشان أنا مع إن الفراخ تاخد صدمة نارية مباشرة علشان كمان نحافظ على الجوسي اللي موجود فيها. الفراخ هنقطعها بالشكل ده كده. تليفوناتنا على الشاشة للي حابب يتواصل معانا، لأن إحنا بنعمل الأكل النهاردة لحضراتكم، لأنه بتتواصلوا معانا وبتسألوا أسئلة. فإزاي نعمل مع بعض شرب علشان الشهر الكريم رمضان، كل سنة وحضراتكم بخير. ازاي كمان نعمل فطيرة الفراخ بشكل مختلف، مش كل يوم صينية فراخ بالبطاطس يا مغازي، مش كل يوم شاورما. حلو اهو، الفراخ اتقطعت بالشكل الكبير ده كده، باخد على الفراخ دي شوية توم حلوين كده مع شوية بهارات، من البابريكا، من الفلفل، من الزعتر،
الحاجات الحلوه دي لما بدعك بيها الفراخ بالشكل ده كده، الفراخ بتاخد الفليفر بتاع التوابل قبل ما بدخلها على النار. دي المدرسه. اه زي الفل. ملح وفلفل دول اساسي معانا كل يوم، اما بقيه التوابل ده اختياري حسب المطبخ اللي انت رايحه له، حسب المطبخ اللي انت حباه. زي ما بقول دايما في كل حلقاتي، توابلك بهاراتك هي اللي بتحدد انت موقعك فين في المطبخ اللي انت فيه. حلو الكلام. اه فراخ اه حلوه، طاسه سخنت معانا فل. اه امسك الفراخ دي يا عم الشيف بعد ما بقلبها بالتوابل دي كده زي الفل. معانا شويه زيت زيتون محترمين، حلوه. ونمسك الفراخ دي نشوحها في قلب طاسه تكون سميكه المعدن، جيده المعدن. دايما بقول تحمير مشويات الطاسه بتاعتك او الحله بتاعتك تكون جيده الصنع، يعني تكون سماكه قويه جدا علشان كمان تحافظ على السخونه بتاعتها بالشكل ده كده. اه اللهم صل على النبي. اه اه التحميره دي مهمه جدا. اه الفراخ طبعا هتستوي الاول ونشوف هنسويها ازاي. حلوه. وانزل بقيه الحاجه كده انا مش عايزها. معانا بصله متقطعه شرايح في قلب الموضوع ده كده زي الفل. مصطلحات طهويه يقول لك جوليان، شرايح، سلايز، بتقطعها بالشكل ده كده. تقطعها على ايدك مفيش مشكله حسب الرغبه. ناخد البصله دي يا عم الشيف تنزل على وش الفراخ وانت بتنزلها فوقها بايدك كده. عايزين الفطيره سبايسي ولا مش سبايسي؟ جوزك بيحب الحار حطي فيها حار مفيش مشكله، وهكذا. وممكن على فكره تضربي عصفورين بحجر. يعني ايه يا مغازي؟ يعني ولادك بيحبوا الحار او جوزك بيحب الحار وعندك حد في العيله مش بيحب الحار، فحط الفلفل زي ما هو كده تبقى ريحت راسك من القصه دي كلها وما تبقاش كل الفراخ سبايسي. معانا روزماري، حلو. دايما الروزماري وزعتر الحاجات دي انت لما تكون موجوده في مطبخك مهمه جدا. اهو ولازم يتغسل كويس، خلي بالك ما تاخديش الروزماري من الفكهاني او بتاع الخضار وتجيبيها على طول تستخدميها. الحاجات دي مهمه جدا لازم تتغسل كويس، تغسليها بميه ساقعه. نمسك الفراخ دي نقلبها. اللهم صل على النبي. خدت الصدمه الناريه هتستوي بسرعه. هنحافظ على الجوس اللي موجود جوه الفراخ اللي هو السائل اللي جواها ده مهم جدا. مدرسه المغازي بتقول لك ايه؟ بتشوي لحمه، بتشوي فراخ، بتشوي سمك، لازم تكون النار شديده علشان تحافظي على الجوسي او السائل اللي موجود او الطعم اللي موجود في الحاجه اللي بتعمليها سواء فراخ او لحمه او سمك. اه عندك ميه بتغلى على النار، حلو الكلام. اه لازم دي الحاجات المهمه جدا. عندي حله على النار فيها بوكي جرنيه، جزر، كرفس، بصل، شويه ثوم. نبص عليها كده مخرجنا الجميل، ربنا يوعدك بزياره النبي. اه مهمه جدا الخطوه دي، بتريحك من حاجات كتيره عشان بتقولي شوف المغازي بيقف ساعه الا ربع يخلص. لانك انت لو خدت الميه من الحنفيه لسه بارده وعلى ما تغلي وعلى ما تسخن وهكذا. حله على النار كده لما تخش المطبخ طبعا ما تكونش كبيره زي دي كده، بتحطي فيها ميه، بتحطي فيها عود كرفس، بصلايه، فص ثوم كده بقشره، حتى شويه بهارات، ورق روره، وحبهان. هيبقى عندك شويه شوربه بيتكلموا مصر، واخدين الطعم من بين اصابع ايدك العشر. اه ناخد الشوربه دي كده وتنزل على الفراخ. اللهم صل على النبي. اه اه ده المطبخ. اه سهوله، مرونه، بساطه. اه يلا استوت الفراخ معايا، اغطيها لمحه البصر استوى. اه خلص الكلام. طيب نخلي الفراخ على جنب ونروق الدنيا عشان تقفي رايقه كده، لان وارد جارتك تصبح عليك الصبح. صباح الخير يا ام احمد، صباح النور، جاي اشرب معاكي كوبايه شاي. هتعملي ايه النهارده على الغدا؟ تلاقي مطبخك نظيف ورايق اهو. حلو الكلام زي الفل. نقلبها كمان مره. فين الشوكه دي؟ حلوه. يلا هنخش على اللي بعده عشان شويه تحضير كده. شوربه الشعريه باللحمه هنعملها ازاي؟ معانا لحمه متقطعه مكعبات صغيره، يا اما تجيبيها وتقطعيها او الجزار يقطعها لك بالشكل ده كده. لحمه متقطعه مكعبات، حلو. ومعانا شعريه متحمره وجاهزه، ومعانا بصلايه ناعمه وفص ثوم، بهاراتنا ملح وفلفل
وشوية فلفلة حلوين مع كركم. أنا هدخل فيها الكركم، كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد. تعالوا نعملها مع بعض على النار دي كده واحنا شغالين. مقادير الشوربة شفناها مع بعض، نشتغل يا شباب. مقادير شوربة اللحمة بالشعرية، لحمة متقطعة مكعبات معانا، معانا شعرية متحمرة جاهزة، بصلاية وتومة في المقادير بتاعتنا، بهاراتنا بهارات عربية شرقية زي ما انت حابة. عايزة تاخديها وتروحي بقى على الصين هتحط لها صويا صوص وزيت سمسم، عايزاها من المطبخ الشرقي حطها لها حبهان مع شوية فلفل وشوية ملح. واللحمة موجودة معانا والشعرية وتحميرة البصلة معانا، والمقادير موجودة على الشاشة. لحمة متقطعة مكعبات شعرية وكل المقادير معانا. كلنا بنعمل كفتة اللحمة، وأول ما نحطها على السيخ ونحطها على الفحم، وأول ما نحطها على الفحم بتفك مننا. طب نعمل إيه عشان ما تفكش؟ ده مهم جدا. هما حاجتين، يا إما إن إحنا الفحم بتاعنا بيكون مش متولع جاهز وسخن، فاللحمة على ما اللحم الفحم يسخن ويشتغل اللحمة بتكون فكت ونزلت الدهون، ودي أساسي بتكون موجودة. لازم يكون الفحم جمرة وإحنا بنحط عليه كفتة عشان ياخد الشمطة وياخد الضربة النهائية أو الصدمة النهائية. لازم نحط معلقتين برغل مع حتة اللحمة الملبسة في الفرمة، تقوم تمسك على السيخ. ومهمة جدا إن إحنا نمسح السيخ بمنديل أو بقماشة أو بشاشة قبل ما نحط عليه اللحمة. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. احنا بنحمر حته لحمه ملبسه جبناها من عند الجزار، ممكن تكون ضاني، ممكن تكون كندوز، ممكن تستبدليها بصدور فراخ، بس هي الفكره في طبق الشوربه ده كده. دايما الشعريه مظلومه بينا، ليه؟ بيبقى عندنا شوربه كوارع بايته، شوربه فراخ من الملوخيه، شوربه لحمه وهكذا، وبناخد الشوربه دي نسقطها في الشعريه في قلبيها وخلص الكلام. لا، انا النهارده هغذيها. معانا لحم متقطع مكعبات شوحناه مع بصل وتوم، حطينا الفليفر والبهارات بتاعتنا. خلي بالك هنا انت بتعملي شوربه، خلي بالك يعني ايه؟ يعني ما عندكيش شوربه لحمه، بنحط شويه بابريكا، شويه زعتر حلوين، شويه ملح على اللحمه، شويه فلفل. خلي بالك الشعريه هنا متحمره وجاهزه. ومن ضمن التحضيرات برضو في الشهر الكريم عندك شعريه، ودايما ولادك بيحبوا الشعريه متحمره، شعريه شوربه، شعريه سمبوسه، الحاجات دي كلها تعملي حاجه حلوه. ايه هي؟ تمسكي الشعريه دي تحمريها وتحطيها في الثلاجه بالشكل ده كده، اهو دي شعريه جاهزه اهي كلها حبه واحده. ايه السر ان هي كلها حبه واحده يا عم شفيق؟ معلقه ملح في تحمير الشعريه، بكل كلها لون كهرمانه كده اهي اهي في قلب اللحمه زي الفل. خلص بالشوربه يا عم الشيف، شفتوا المطبخ؟ شطاره. كفايه كفايه، انا مش عايز شعريه كتير، زي الفل. عندنا الشوربه بتاعتنا. وانا واقف عملت نوعين شوربه وهخش على الثانيه. زي الفل. حلو، شايفين الزيتون الاخضر والفلفل الحار بالشكل ده كده؟ خلاص الفطيره جاهزه زي الفل والشوربه جاهزه. انا هطلع الفطيره دي كده اخليها على جنب تبرد عشان احضرها للعجينه. لما تيجي تعملي لحوم فطاير او فراخ فطاير، مهم انك تطلعها من النار كده وتسيبها تبرد. معانا العجينه بتاعتنا زي الفل، اللهم صل على النبي. هنستاذن فريق العمل نشوف مقادير العجينه بتاعت الفطاير. هي في المقادير عباره عن 3 كوبايات من الدقيق او 4 كوبايات، بياخدوا معلقه خميره او بيكنج باودر حاجه من الاثنين، ما تحطش الاثنين مع بعض، ومعلقه زيت او معلقتين من الزيت وميه دافيه، ونعجن العجينه عادي خالص. دي عجينه الفطاير بالشكل ده كده اهي، ونسيبها تتخمر. يبقى معانا الدجاج جاهز والعجينه. هنعملها فطيره ازاي؟ الكلام ده سابق الاول، هنعملها دلوقتي مع بعض. بس خلونا احط شوربه العدس على النار. الشعريه خلاص انا خلصت منها بتستوي. ازاي اعمل شوربه عدس بالرز ابو جبه، العدس الاسمر الجميل بتاعنا؟ النهارده اليوم العالمي للشوربه. المقادير على الشاشه، معانا عدس اسمر ابو جبه، معانا رز مصري،
معانا بصله ناعمه، فص توم محترم زي الفل، وطاسه على نار شديده. حلو الكلام. نصيحه مني بقى، اذا انت عايز العدس ده ما ياخدش وقت كتير على النار وتبقى شاطره زي الشيف المغازي، تغسلي العدس ده وبعد ما تغسليه مره واتنين وتلاته بتسيبيه في شويه ميه بس علشان تتلاشي مشاكل العدس من الغازات بتاعته. حط شويه كمون مع النقيع بتاعه، يعني مع الميه اللي انت بتنقعيه فيها حط شويه كمون، يبقى العدس عندك لطيف وحلو، تاكلي منه بقلب جامد عمره ما هيعمل انتفاخات. الشوربه هنا جاهزه وزي الفل. هنبدا نعمل الشوربه بتاعتنا، معلقه سمنه صغيره كده، ونشوح البصلايه مع فص توم مع العدس بتاعنا، وينزل عليهم الرز، وخلصت الشوربه بتاعتنا. بساطه سهوله، واحنا واقفين مع بعض كده زي الفل. اه بصلايه ناعمه، فص توم ناعم. شفتوا انا بشتغل بايه؟ ادرز ماري فيه ده، مش معلقه. خليك عايزك في المطبخ كده يعني تبقى ايه، عندك ممارسه. العدر الرزبير هسقطه هنا. شايفين العدس ابو جبه الجميل الحلو ده، صديق الانسانيه، انا اطلقت عليه صديق الانسانيه لانه ده طالع من الارض الطيبه مصر، بصلها وعدسها وثومها. ايه الجمال والحلاوه دي. عدس ابو جبه فيه كل العناصر الغذائيه اللي ربنا خلقها، سبحان الله. يعني الواحد لو قعد طول العمر ياكل من العدس ده مش هتجيله اي مشاكل ولا في اي مشكله. نسيب العدس يشم ريحه النار كده مع بصله وتومه، احنا حاطينه طبعا في شويه كمون، هنظبط التوابل بتاعته. اخر حاجه هنضيفها الرز مع الشوربه بتاعتنا. وحلقه النهارده حلقه فيها تشكيله من انواع الشرب مختلفه الشكل والطعم واللون، مع فطيره الدجاج بالزعتر. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الأخيرة لعمل فطيرة الدجاج بالزيتون. حد هيقول لي دي يا شيف مغازي من أي مطبخ؟ مطبخ مصري ولا المغربي المشهور طبعا بتواجد الفواكه والزيتون والحمضيات، ولا المطبخ التونسي ولا الجزائري؟ دول أشهر المطابخ اللي معروفين، ولكن أنا مع مبدأ إن الأكلة نعملها من أي مطبخ أيا كان. الشيف المغازي أنتوا عارفين بيخش يخترق كل المطابخ، خبرة طهوية خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب، ولكن أنا مع إن الأكلة اللي يعملها تاخد الطعم من أي مطبخ بقى، تاخد خفة الشيف اللي بيعمله. أنا بعمل طاجين الدجاج بالزيتون، قواعده والطعم الطعم المغربي ولكن بخفة دم مصري. العجينة بتاعتنا عملتها على مزاجي، ما خدتش مادة متخمرة غير معلقة خميرة صغيرة، ما خدتش بيض عشان العجينه دي لما تقعد وقت كبير مع تفاعل الشوربه بتاعه الفراخ والفليفر بشمش ريحه البيض فيها. اهو انا عايز اكل الخبزه دي مع الفطيره. اهو عندي صينيه زي الفل، بحط فيها شويه زيت، اللهم صل على النبي، واحط العجينه في قلب الصينيه، وبعدين اخد الدجاج اللي مع الزيتون ده بعد ما يبرد عشان تلم عجينه تحطها في صينيه بالشكل ده كده. اتعلمي الحركه دي. بالشكل اهو، واجيبها هنا في نلف الصينيه واشوف فين السنتر. السنتر فين؟ معايا. اهو فردت العجينه، هي دي الشطاره. حلو، ونخليها على جنب، روحي بعيد عني، ونفرد دي كده مع بعض. انا حابب اعمل التفاصيل دي مع حضراتكم علشان دي مهمه جدا لما بتيجي تعملي فطيره، عايزه تعمليها طبقتين بينهم فراخ، بينهم لحمه، بينهم سمك، بينهم خضار، زي ما انت حابه. وافرد العجينه دي كده، اللهم صل على النبي. وهقول لك على حاجه حلوه، دايما لما العجينه تكون عندك متخمره ما تقلبهاش بايدك بعد التخمير عشان تتفرد بسرعه. عشان كده بتلاقي الراجل الفطاطري او بتاع المعجنات بتاع البيتزا لما تروح كده تشتري بيتزا مقسط العجين وحطه في طاولات خشب وحطه تحت الكاونتر ومقسمها على قد الصواني علشان تتفرد معاه بسرعه. الحاجات دي مش بسهوله، الحاجات دي لها خبره طهويه، يعني الحاجه لو ما تعبناش عليها وخدت شكل ما بتبقاش لطيفه، خلي بالك. ولكن انا مع برضو الطبق واحد ده بيبقى حلو. اهو فطيره حلوه،
بنزل بالعجينة التانية، بس هعمل حاجة كده صغيرة، شوية مسترد عندي حلوين كده، شفت الجو ده كده؟ اه حلو قوي، بديها بغذيها فليفر وطعم. اه حلو، باخد العجينة بتاعتنا اهي اهي زي الفل. اه شفت تفرديها ازاي؟ في ايدك اهي اهي اهي، ما تمسكش معانا، ما تهزرش احنا. اه اللهم صل على النبي. اه نكملها فرد. اه تعمل ايه يا شيف؟ انا بسقسق العجينه قبل ما ادخلها الفرن بشويه صوص كده. اه الكوبيب الشامي يا امي، نص كيلو هبره مع نص كيلو برغل، المقادير متساويه الاحجام. ليه كده بقى يا شباب؟ هو ده بقى. هندخل الفطيره دي في فرن درجه حرارته 180 180 بالشكل ده كده اهو، وندخلها الفرن تتحمر. حلو الكلام؟ عايز لها تايم قد ايه يا شيف؟ تقريبا من 10 دقايق ل 15 دقيقه، واقفه في المطبخ تروقيه ازاي اول باول كده زي ما الشيف شغال اهو. معاكي فوطه وتروقي مطبخك كده رايق وزي الفل، وده مهم جدا. زي الفل تمام. اه تعالى يا عم الشيف نغرف الشوربه اللي احنا عملناها بسرعه. اول حاجه اول طبق شوربه هغرفه شوربه اللحمه في الطبق الحلو ده كده، فرسان التلفزيون المصري، شوربه الشعريه باللحمه بالشكل ده كده اهو جاهزه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهي اهي، انا عاشق للشعريه المتحمره وفيها هوبر كده بالشكل ده كده. طبق فيه كل العناصر الغذائيه، كبار السن ياكلوا منه، صغار السن ياكلوا منه، لطافه بساطه سهوله. اه الطبق التاني من الشوربه، شوربه العدس بالرز جاهزه. جاهزه اهي اهي، نزودها شويه شوربه، عندنا شوربه. دايما حله الميه اللي بتغلي عندك على النار بتنقذك، عامله رز واحتاج شويه ميه وانت شغاله. اه وانا شغال زي الفل، تاخد غلوه. خلونا نعمل مع بعض طبق شوربه السمك على طريقه الشيف المغازي بالكرفس، بطريقه سهله وبسيطه مش هتاخد مني ثواني، كانك بتعملي كوبايه شاي في المطبخ. تشكيله من الفلفل الملون، سمك فيليه قشر بياض متقطع معانا، ومعانا بصلايه ناعمه وفص ثوم ناعم ومكعب من الزبده. نعملها مع بعض ازاي؟ بطريقه سهله وبسيطه. طاسه على النار سخنه، ونحط مكعب زبده، والمقادير على الشاشه، ومعلقه زيت يا ست الكل للزبده علشان ما تتحرقش منك، ونقلب كده. معانا السمك الفيليه زي الفل، ارفع يلا السمك الفيليه معانا بالشكل ده كده. حلو، نارك شديده، بتقف في المطبخ رايقه وفايقه، النار بارده ما بتنجزش حاجه. بصل اتحمر مع فلفله ملونه. في تركايه هنا وفي لغه طهويه واخده الخبره شويه، الفلفل الالوان حطيته مع البصله مع السمك، الاثنين نسبه التسويه واحده، يعني الوقت اللي هيستوي فيه الفلفل هيستوي فيه السمك او الجمبري. اما مثلا نحط صبيت، لا خالص، تعملي فايته صبيت، لا سوي الصبيت او الكاليماري وبعدين انزلي بالفلفل. اما السمك الفيليه القشر بياض حنين كده بياخدش وقت كبير، عشان كده نزلت بيهم كلهم على الزبده وحمرت كده. بهاراتنا هنا لطيفه وبسيطه. حلو الكلام، شويه زعتر حلوين عايزاها من المطبخ المصري، حط لها شويه زعتر، شويه بابريكا حلوه عايزاها من المطبخ الاسيوي، زيت سمسم، صويا صوص، صلصه المحار وهكذا، فلفل اسود، ملح زي الفل. وانا خلصت الميه بتغلى على النار، نغرف طبق الشوربه الثاني بتاعنا، شوربه العدس يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. نغرفها على الطبق ده كده اهو. ميزه الشوربه دي انا بحبها ليه يا شيف؟ بتسد مكان حاجتين، طبق رز على السفره، وفي نفس الوقت كمان يا عم الشيف طبق اكل رز وعدس الاثنين مع بعض، بس مش كشري، دي شوربه. اهي اهي شايفين حبات الرز بتنافس العدس في العضلات بتاعتها. اه شوربه جميله جدا. اه كانت الحاجه تعملها لها الله يرحمها، لطيفه وحلوه. الاقي الرز عايم مع العدس كده الاثنين مع بعض حلوين. مش كشري ده. انا يهمني بقى الشوربه دي بتاعه العدس يا ابو جبه، بتبقى طعمها حلو قوي على فكره، بتبقى واخده طعم الكمون، طعم الايه، البهارات، بقدونس، بصلايه، تومه. اضرب المعلقه لتحت يطلع لي شويه رز مع شويه عدس،
طول ما انا بضرب ايدي في المعلقه كده بالمعلقه في الطبق بيطلع لي حاجه جديده. زي الفل. ده طبق شوربه قيمته الغذائيه عاليه جدا. نزينه بايه يا شيف؟ نزينه بعود روزماري كده. حلو. طيب شوربه السمك خلصت ولا لسه؟ استاذتنا بتقول معاك دقيقتين. خلصت الشوربه؟ خلصت الشوربه. اهي اهي. ايه الجمال والحلاوه؟ اهي اهي شوربه السمك بطريقه جديده زي الفل. ايه الجمال والحلاوه. الشوربه دي ميزتها بقى كبار السن ياكلوا منها، اطفال ياكلوا منها، امنه ما فيهاش شوك ولا فيها حسك. ما هو الشوك هو الحسك يا ام غازي. تاخد غلوه على النار، نبص على الفرن كده يخبره، لسه ما اتحمرتش طبعا. دي عايزه وقت للامانه، يعني احنا مع بعض، بس خلونا المصداقيه اللي اتعودنا عليها من الشيف مغازي على القناه الاولى والفضائيه المصريه بنتكلم الصراحه. ومع حضراتكم الفينش الاخير، الفطيره بتاعتنا دي جاهزه، المقادير اتطبقت صح، حطينا عجنتين طبقه فوق وطبقه تحت، جواهم الفراخ مع الزيتون المخلي من النوى مع الفليفر والطعم، المفروض تدخلها الفرن. لو احنا ان شاء الله بنعملها على الغدا جهزها زي ما هي كده، جوزك عمل تليفون انا جاي في الطريق يا حبيبتي جهزي السفره، بتدخلها في الفرن مباشره قبل ما يجي ب 10 دقائق ب 15 دقيقه، بتطلع محمره وسخنه وزي الفل، وده الافضل بيني وبينك. فاحنا منتظرين تليفون الحبيب يقول لنا دخلها الفرن، هندخلها على طول تاخد لون وتتحمر وتبقى زي الفل. معانا شوربه السمك هنغرف. جاهزه؟ جاهزه. مستويه طبعا، اهم حاجه ان السمك ما بياخدش وقت كتير في السوا، زي الفل. ايه الحلاوه دي. وميزه الشوربه دي بقى مش لهاش قوام زي شوربه السي فود، يعني ما نلاقيش مثلا واخده كريمه، لا لا، احنا نعتمد على الجوس بتاع السمك مع الفلفله الملونه اللي واخده لون، بتبقى خفيفه على المعده ولطيفه. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبرة طهوية بنقدمها لحضراتكم بحب. نعمل ثلاث أنواع من الشرب، أنت مش مطلوب منك تعملي ثلاثة على سفرة واحدة، ولكن أنا حبيت الحلقة النهاردة يحتويها الفن الطهوي من تشكيلة الشوربة. عملنا فطيرة جميلة جدا بالزيتون والدجاج، وزي ما قلت لحضراتكم تليفون الحبيب ندخلها قبل ما يجي على طول بنص ساعة، تطلع متحمرة وزي الفل الشكل البرونزي. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.